اليميق لن يعود للبطولة وجنوى متشبت به، حاري تثير القلق في شالكة، بوطيب يصدم الزمالك لهذا السبب، صدمة أمرابط خارج قائمة النصر، حمد الله يعتذر لهذا السبب، موقف من داكوستا يثير إعجاب الاتحاديين، خبير ألماني يتوقع أن ترتفع قيمة زياش لهذا المبلغ، أمرابط يلتقي بوكيل أعماله في ميلانو، فريق فرنسي يطارد توقيع بالهند ويسعى لضم هذا الشتاء، حكيمي يخرج عن صمته ويكشف حقيقة انتقاله لريال مدريد، لقجع لدينا الكثير من المال في الحساب البنكي. السلام عليكم خوتي، في هذه الفقرة الإخبارية السريعة، إذا كنت أول مرة تكتشف قناتنا فلتشترك معنا وشجعنا بواحد جيم لننطلق سريعا في سرد الأخبار. خلافا لما يروج حول رغبة الوداد في استقطاب المدافع الدولي جواد اليميق لتعزيز خط دفاع الفريق على شكل إعارة لمدة 6 أشهر، وذلك لتعويض المدافع أشرف داري الذي خضع لعملية جراحية ستغيبه لفترة طويلة، فقد أكد يميق أنه ليس له نية للعودة للبطولة الاحترافية للانضمام لسواء للوداد أو لغيره. يميق أوضح بأنه يعتزم مواصلة مشواره بالبطولة الإيطالية ضمن ناد آخر يسمح له باللعب باستمرار، كما أكد بأنه غير راض على جلوسه احتياطيا بناده الحالية جنوى الذي يعيش وضعا مقلقا ببطولة الكالتشيو. لم يشارك أمين حارث في التدريبات التي استأنفها فريقه عقب المباراة الودية التي خاضها شالكة يوم الجمعة الماضي أمام مودي في هامبورغ وكسب ب4-0 قبل أن يخضع لتدريبات انفرادية أمس وهو وزميله في الفريق ساوانت سيردار، وهو ما يثير قلق المدرب دافيد فارنر وأيضا جماهير الفريق. تقارير إعلامية ألمانية أشارت إلى أن حارث يعاني من إصابة لحقت به خلال المباراة الودية أمام هامبورغ، وهو ما يهدد مشاركته مع شالكة يوم الجمعة القادمة أمام مونشنغلادباخ، حيث ستستأنف منافسات البوندسليغا بإجراء مباراة الدورة 18 عقب نهاية فترة إجازة الشتوية. ولم تحدد التقارير الإعلامية نوعية الإصابة التي لحقت بحارثة، لكنها ذكرت أن المدرب فارفر قلق للغاية، وكان حارث كما شالكا أظهر استعدادهما الكبير لما بقي من منافسات البطولة الألمانية. كما أكد الفريق الألماني أن المعسكر التدريبي الذي أقامه قبل أيام بفيونتينيا ألمو بمورسيا جنوب شرق إسبانيا كان ناجحا بكل المقاييس. أكدت مصادر إعلامية مصرية أن إدارة نادي الزمالك فشلت في مفاوضاتها مع المهاجم المغربي خالد بوطيب من أجل فسخ التعاقد معه بالتراضي خلال الميركاتو الشتوية، وأشارت الصحف والمواقع المصرية أن بوطيب رفض التنازل لصالح الزمالك، حيث تمسك أثناء مفاوضاته مع إدارة النادي بالحصول على مستحقاته كاملة حتى نهاية عقده في 2022. هذا وتنص إحدى بنود العقد الذي يربط بين بوطيب والزمالك على أحقية النادي المصري في فسخ التعاقد معه عند مرور عامين على قدومه، ما يعني استمرار المهاجم المغربي في الفريق رغم إصاباته المتكررة لغاية يناير 2021. أكدت تقارير صحفية سعودية أن البرتغالي روي فيتوري مدرب النصر السعودية قرر عدم قيد اللاعب المغربي نور الدين أمرابط في قائمة فريقه التي ستخوض غمار دوري أبطال آسيا، واكتفاء بالرباعي الأجنبي الذي خاض تجربة الموسم الماضي لذات المسابقة. وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن المدرب صاحب 49 سنة فضل الاكتفاء بكل من الحارس الأسترالي برا جونز ومتوسط الدفاع البرازيلي مايكون ثم البرازيلي جوليانو بالإضافة للمهاجم عبد الرزاق حمد الله فيما بقي الأسد المغربي خارج القائمة. ورغم الانتقادات الموجهة له من طرف أنصار العالمية بسبب الأداء المميز للاعب البالغ من العمر 33 سنة وقتاليته الكبيرة من جل المقابلات، إلى أن البرتغالي لم يتجاوب مع هذه المطالب مفضلا الأسماء التي سبق ذكرها رغم ما يمثله الجناح المغربي من ثقل على مستوى تشكيلة النادي القارية.
اعتذر الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب فريق النصر السعودية لمكونات فريقه السابق أولمبيك آسفية بسبب عدم قدرته على زيارتهم في المواجهة التي ستجمعها القرش المسفيوية بمضيف اتحاد جدة يوم الأربعاء برسم ذهاب دور ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وأكد حمد الله في تدوين له عبر موقع الاجتماعي فيسبوك أن التزاماته بتدارب اليومية رفقة فريقه حال دون زيارته فريقه الأم. تمنى جماهير نادي الاتحاد الموقف الذي أبداه مروان داكوستا عندما زار في باريس زميله السابق في صفوف الاتحاد زياد الصحفية الذي خضع لعملية جراحية في العاصمة الفرنسية، فانهالت عليه الكثير من العبارات الشكر والتقدير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ونشر داكوستا عبر موقعه على انستغرام صورة له مع زميله زياد خلال زيارته له في إحدى المستشفيات باريس وكتب: من الجميل رؤيتك صديقي زياد، حتى الموافقة لك في عمليتك الجراحية ستعود أقوى. وتفاعلت جماهير الاتحاد مع مبادرة داكوستا ومعها العبارات التي كتبها، فتمنت موقفه وانهالت عليه بعبارات الامتنان والشكر والتقدير. توقع الخبير الألماني مارك أن ترتفع القيمة المالية للدولي المغربي ونجم أجاكس حكيم زياش إلى 70 مليار سنتيم في سوق الانتقالات. وبات زياش مرشحا للانضمام إلى بايرن ميونخ بطل ألمانيا مع بعض اللاعبين الآخرين خلال الميركاتو الشتوي الجارية. واعتبرت ذات الخبير أن صفقة زياش إذا ما تمت بالنسبة لممثلي البافاريا ستكون الأفضل من بين المرشحين للالتحاق بميونخ رغم صغر سنهم. يوجد حكيم زياش أيضا في مفكرة نادي أرسنال وتطنهم الإنجليزيين، إذ يتوقع أن يحتم الصراع بين الناديين المذكورين والفريق الألماني بايرن ميونخ حول الظفر بصفقة نجم الأسود وأجاكس. يبدو أن مستقبل اللاعب المغربي سفيان أمرابط أخذ منحى آخر بعد تعثر مفاوضاته مع نابولي حول الانتقال إلى صفوفه. رغم تواصل نادي جنوى الإيطالي لاتفاق مع كلوب بروج وهيلارز فيرونا للتعاقد مع اللاعب بصفة نهائية مقابل 15 مليون يورو، وتناقلت المواقع الإيطالية فيديو يظهر لحظة وصول وكيل أمرابط إلى مقر نادي الإنتر، حيث تلقى الدعوة للاجتماع بمدراء نيراتزوري والتفاوض معهم حول صفقة التعاقد مع سفيان. ولم تكشف التقارير الصادرة من إيطاليا عن نتيجة الاجتماع الذي دار بين وكيل أمرابط وإدارة الإنتر، واكتفت بالتأكيد على وجود مفاوضات بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق يقضي بالانضمام اللاعب لنيراتزوري عند نهاية الموسم الحالي. أشارت تقارير إعلامية تركية إلى أن المغربي يونس بلند متوسط ميدان غلاتاسراي يثير اهتمام نادي موناكو الممارس في دوري الدرجة الأولى الفرنسية، حيث يرغب فريق الإمارة في الاستفادة من خدمات صاحب 29 سنة. وذكرت شبكة CNN في نسختها التركية أن تمت حظوظ وافرة للانضمام الدولي المغربي إلى الفريق الفرنسي بعدما عاش اللاعب فترة موسمين ونصف داخل غلاتاسراي مليئة بالجدل، خاصة فيما يرتبط بعلاقته مع جماهير النادية. ويرتبط بالهند مع الفريق الأصفر والأحمر بعقد يمتد إلى صيف 2021، وقد التحق بنادي سنة 2017 قادما من دينامو كييف الأوكرانية بحوالي 9.5 مليون يورو. فتح أشرف حكيمي الباب أمام كل الاحتمالات الممكنة بشأن مستقبله الكروي، حيث قال إن قلبه منقسم بين بروسيا دورتموند وريال مدريد، لا سيما أن أكثر من فريق أوروبي كبير يرغب في الحصول على خدمات الظهير الواعد. وقال حكيمي في تصريحات نقل موقع سبورت الألماني الناطق بالعربية إنه قلبه منقسم بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند، مضيفا أنه سعيد جدا لتواجده مع بروسيا دورتموند ويشعر بالراحة الشديدة. وأشار إلى أنه في النهاية يجب أن يقارن بين إيجابية اللعب في بروسيا دورتموند وكذلك ما ينتظره في ريال مدريد. يشار إلى أن أشرف حكيمي يلعب في بروسيا دورتموند معارا من ريال مدريد، وتنتهي مدة الإعارة نهاية الموسم الحالي.
أجرى النائب الثاني لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فوز الغجام مقابلة مع موقع أجنبية للحديث عن مستجدات الكاف والبطولات القارية المقبلة. واستهل رئيس اللجنة المالية للاتحاد الإفريقي للعبة حديثه بالرد على الأنباء المتداولة حول قرب إفلاس الكاف في حقبة رئيسه الحالي أحمد أحمد، حيث نفى ذلك قائلا: لدينا الكثير من المال في الحساب يمكن تقديره ب 110 مليون دولار، وأضاف علي التحقق من ذلك لأعطيك الرقم الصحيح بدقة. ثم أشار موضحا: لا شك أننا نحتاج لضخ المزيد من الأموال لصالح الكاف، لأن هناك الكثير من الأنشطة التي تحتاج لإنفاق عليها، إذ لم نحسن إدارتنا المالية وتسويق أنشطتنا فلن نتمكن من تحسين جودة بطولاتنا القارية.